السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا. عبارة عن ايه؟ انت بتنزل ملف صغير، بس الملف دوت بعد كده بتقدر تضيف ليه برامج كتير قوي. يعني بيبقى عندك 100 برنامج، لكن هما مش مسطبين على الجهاز، هما موجودين على الجهاز في فولدر وفي اي وقت تشغلهم. المهم ان هما كلهم مجانيين، مش محتاج كراك، كلهم فيهم حاجات متنوعة، في حاجات العاب، في حاجات للشغل الجرافيكس، في حاجات للانتفيروس، حاجات ممتازه جدا. مجرد ان انت بتسطبه وبعد كده بيظهر معاك في الشكل ده، كانه هو قائمه ستارت بالشكل دوت. في مثلا حاجات خاصه بالاوفيس، في حاجات خاصه بالجيمز، في حاجات خاصه بالاديوكيشنال بالشكل دوت. طيب عايز اضيف حاجه تانية، بقول له اب واروح قايل له جيت مور ابس، واقول له مثلا باي كاتيجوري او باي تايتل. باي كاتيجوري هيبدا يقول لي قلنا الحاجات التعليميه اهيت اهوت ابس، ممكن تقول له باي كاتيجوري، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. الميزة ان ممكن تكون الجهاز ملاش صلاحية التسطيب، وانت محتاج مثلا تعمل صورة او تعمل فحص الجهاز او اي حاجة انت محتاجها، تقدر انت تشغلها من غير ما تحتاج انت تسطبها. هتيجي هنا مجرد بس تعمل سيلكت على الحاجة اللي انت عايزها، ممكن تعمل سيلكت عليهم كلهم على حاجتين تلاتة، وتيجي هنا نيكست، خلاص الحاجة دي بتتسطب وتبقى عندك على الجهاز. فيها لعبة اهيت، وكل لعبة في الوصف بتاعها. وممكن تيجي هنا مثلا في البورتابل ابس دوت كوم على الموقع، تقول له ابس، وتقول له والله مثلا انا بدور على برنامج باك اب مثلا، فيبدأ ان هو يجيبه لك. انا بدور على حاجة خاصة مثلا بالدرايفر، تمام، يبدأ ان هو يجيبه لك. تبدأ تلاقي في حاجات كتيرة، تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. تمام، ده مثلا ده انا محتاجه فعلا. ده بيعمل ايه؟ بيعمل ابديت لللوكال درايفر. خلاص هقول له ده انا فعلا محتاجه، هقول له حرف الدي، ده ديسك كلينر بينظف لك الجهاز بتاعك اهوت، ابديت لوكال فيرجن، وتقول له نيكست. خلاص هيبقى متسطب موجود عندك على الجهاز من غير ما يكون موجود على السي، من غير ما ياخد مساحه، من غير ما يقول لك لا ده لازم ادمن. هو هنا بيعمله داونلود وينفع ان انت تشغله، لكن مش هيبقى متسطب في قائمه ستارت اللي هنا، ولا هي كتر ما بتسطب البرامج وتشيلها ده ممكن يرهق الجهاز. لا، ده كان في فولدر انت نزلت البرامج دي، مجرد تدوس على دبل كليك تبقى شغاله معاك على طول. في حاجات مثلا للتنزيل السريع، في حاجات ان تعمل سينك، في امكانيات كتيره جدا جدا موجوده. هقول له فينش، وتروح على القائمه بتاعه ستارت بتاعه ديت، وتقول له انا عايز اشغل البرنامج، اشغل معاك عادي بدون اي مشاكل خالص.